يعني قبل ما نروح لمنتخب الكونغو، وبارك لك على النقطة وعلى وصول المباراة النهائية. معاكم منتخب كويس؟ بص، هو انا كنت حتى بالفصل قلت لك احنا معانا منتخب ممكن يكسب كاس العالم. يعني يكسب مش يوصل كاس لو العالم، لو جم. لو جم طبعا هم معظمهم بيبقوا مولودين في دول تانية، دول اوروبيه، فاحنا بنحاول نكلمهم، نحاول ان احنا نقنعهم ان هم ينضموا لينا. في بعض اللعيبه بتوافق، في بعض اللعيبه بتستنى، في بعض اللعيبه تقول لك طب انا استنى اشوف منتخب انجلترا مثلا لو هياخدني، طب اشوف منتخب فرنسا لو هياخدني، لحد لما يوصل 25 26 ونقدر ان احنا نجيبهم. كوبر طبعا. فاحنا قدرنا الحمد لله احنا نوصل لتوليفه مقبوله من بعض اللعيبه اللي بيلعبوا في اوروبا، وكم لعيب من المحليين، وقدرنا نوصل بتوليفه كويسه الحمد لله. طبعا الوقت كان ضيق جدا في منتخب الكويت، احنا تعاقدوا معانا في شهر 6، ما كانش فيه فيفا ديت، كان فيه مدرب محلي اختار لعيبه لعب بيهم ماتشين وديين، مستر كوبر كان موجود، لكن ما كناش نعرف اللعيبه. جينا في شهر 9 كان الرسمي على طول، هي دي كانت المشكله اللي واجهتنا، دي الوقت، واللعيب يجي يوم واثنين تلعب مباراه، فانت اللعيب يا دوبك بيسمعك، بنحاول شويه فيديوهات شويه حاجات نظريه وبتلعب للمباراه. هل ده المنتخب اللي ممكن تاخد بيه يعني في حاله الوصول للمباراه النهائيه والتفوق فيها في كاس العالم يعمل شغل؟ والله هو ده حتى كان نقطه، حتى يعني حتى المسؤولين كتير من منتخب الكونغو دلوقتي بيبداوا يعرضوا علينا، قلنا في لعيبه دلوقتي ممكن تيجي تنضم لكم عشان خاطر في مباراه فاصله لو كسبتها ممكن تروح كاس عالم، فبالتالي ممكن لعيبه كتيره تبدا تجي لك، تبدا توافق تلعب. طب اوريدي اللعيبه اللي لعبت معانا وحفظت طريقه لعبنا، هنقدر نغير بنسبه قد ايه؟ يعني ممكن نغير بنسبه لعيب او اتنين، لكن ما نقدرش نغير قوام كله يعني. لكن طبعا اي حد ينضم للمنتخب الكونغو طبعا ينضم، لكن هتعمل ايه في كاس عالم؟ نعدي بس المباراه الفاصله الاول وبعد كده نقدر نشوف هنعمل ايه في كاس العالم يعني. هاخد من كلامك هنا اقول سبحان الله، عندنا هنا واحد من التوب 5 في العالم لا عمره بقى شال الباسبور، ولا عمره قال مش هقدر اجي ولا اي حاجه، كتفه يتخلع تلاقيه، رجليه تتعور تلاقيه يربط رجله ويجي. لو اللاعب المصري مختلف طبعا، اللاعب المصري كده تحطه على جنب واي لعيبه في العالم تاني. اللاعب المصري طبعا تضحيه وبيحب بلده جدا وبيحب اسرته، مرتبط قوي بالاهل بلده. محمد صلاح طبعا يعني هو بتكلم عليه طبعا يعني هو قصه قصه تانية خالص. محمد صلاح يعني هو يضحي باي حاجه عشان منتخب بلده يعني. فطبعا احنا بنحاول نزرع ده شويه في منتخب الكونغو، لكن محتاجين وقت ان ولد يكون مولود مثلا في انجلترا او في فرنسا، هو معاش قوي الاجواء في الكونغو، فاحنا بنحاول نزرع فيهم اللعيبه اللي بتيجي، نبدا نزرع فيهم واحده واحده ازاي ان هم يحبوا بلدهم، ازاي ان هم حتى لو على المستوى الاحترافي غير حب بلده، ازاي يقدر يخلي والده ووالدته فخورين بيه او اولاده ان هو يلعب كاس عالم. بنحاول نحط لهم اهداف ان هم يوصلوا ونحط لهم محمد صلاح حتى كقدوه يعني، هم اوريدي عارفين ان احنا لعبنا كنا في موجودين منتخب مصر، عارفين ان احنا علاقتنا ايه بمحمد صلاح يعني.